الإيمان المسلم مرة للقديسين. زي بالضبط اللي تخلص خد الولادة التانية لازم يتعلم يتعلم المبادئ الأساسية المسيحية. فالقديسين من تلاميذ المسيح اللي كتبوا المبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. فالإيمان المسلم مرة للقديسين الحقائق المسيحية المقبولة اللي تسلمناها حسب الكتاب المقدس. فأنا أؤمن أن الكتاب المقدس بعد الخلاص هو موحى به من الله من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا ونافع للتعليم والتقويم والتأديب الذي في والتوبيخ الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. ده إيمان مسلم مرة للقديسين ما أقدرش ألعب فيه، ما أقدرش أغيره، ما أقدرش أغير فيه حاجة خالص. الإيمان بجميع الحقائق المسيحية الجوهرية. فأنا أؤمن أن الله تجسد من خلال بطن القديسة العذراء مريم وأخذ جسم بشر مثلنا تماما، عاش بيننا، تعب، أكل، جاع، عطش كإنسان بشري كامل، كابن الإنسان لكنه معصوم من الخطأ، لم يخطئ، لم يكن في خطية، لم يعرف خطية، لم يعمل خطية. نؤمن أن الله مثلث الأقانيم، آب وابن وروح قدس، آب في محبته، ابن في تجسده في طول البشر، روح قدس في طبيعته، والروح القدس انبثق من الأب والابن وسكن فينا ويعمل فينا للحياة الأبدية. والروح القدس يسعى لتقديس حياتنا السلوكية. دي مبادئ، ده إيمان مسلم مر للقديسين. وأنا بستلم هذا الإيمان ولما بعرفه ببدأ أعيشه وبقدر بحياة. أنا بؤمن أن المسيح صلب ومات ودفن وقام وصعد للسماء. أنا بؤمن أن المسيح هيجي مرة تاني وهيجي ياخد المؤمنين وياخد الكنيسة وتوجد اللي هي العقائد الأساسية. نعم. والإيمانيات المسيحية الرسمية اللي بيمشي عليها كل الكنائس اللي بنسمي قانون الإيمان المسيحي. هذا هو إيمان مسلم إحنا يعني نؤمن فيه، كل ما هو إيمان مسلم مر للقديسين ويتوافق مع الكتاب المقدس. نعم. يعني لو حد جي قال لي فيه حاجة مسلمة من القديسين من سنة 300-400 ميلادية ولا تتوافق مع الكتاب المقدس، لا أقبل ما يقوله الكتاب لكن لا ما يقوله أي تقاليد أخرى أو أي كتب أخرى طالما لا يتفق مع الكتاب المقدس. مع كلمة الله في الكتاب المقدس، لأن هي المقدس. الكلمة الوحيدة المعصومة. نعم. والصادقة والدستور الأساسي اللي كل القديسين نهجوا نهج كلمة الله. فده إيمان مسلم مرة القديسين. أيوة. فاللي اتولد ولادة ثانية بتعلم.